سبب كل هذه التقارير والدعاية حول وجود وساطة فرنسية بين الجزائر وإسبانيا والمغرب من جهة ثانية؟ هذا السؤال أطرحه على الدكتور عبد الرحمن بن شريط، أستاذ الفلسفة السياسية بجامعة الجلفة. مساء الخير دكتور، أنت معي عبر خدمة سكايب، أهلا بك. مساء النور، أهلا وسهلا. طيب الآن يعني السؤال أعيده عليك معليش دكتور، هو كيف نفسر الكلام الكثير عن وساطة، وواقعيا هل يمكن لماكرو أن يقوم بوساطة بين الجزائر من جهة والمغرب وإسبانيا من جهة ثانية؟ لا يجب أن ننسى بأن الرئيس الفرنسي خرج منتصر من انتخابات رئاسية يعني الأخيرة، ولذلك يبدو أنه مرتفعة وانفتاح كبير على الإعلام والصحافة، وهناك عوامل نفسية كبيرة يعني تدفعه إلى الإدلاء بالكثير من التصريحات التي أعتقد أنها لا تتناسب مع الوضعية الحالية والظروف الصعبة التي لا تمر بها فرنسا فقط ولكن كل دول أوروبا. ولذلك فأعتقد بأن هذه الزيارة المرتقبة للجزائر ليست موضع إجماع بين هناك بعض الوزراء القدماء يعني يعتبروا بأن هذه الزيارة لا حدث وأنها لن تحقق الأهداف المرجوة منها، وأن الغرض منها فقط هو نوعا ما استعراض حالة معينة للحكم في فرنسا حاليا والمعنوية للرئيس. إن الانتخابات الأخيرة هي التي تدفعه أكثر إلى مثل هذه التصريحات التي قد يراد منها كذلك رأي عام عالمي أو تقديم إيحاءات بحيث أنه ممكن يستغلها لجس نبض الطرف الآخر وخاصة الطرف الجزائري، في حين نجد أن هناك بعض المؤيدين لهذه الزيارة كالرئيس السابق فرانسوا أولوند الذي يعتبر بأن فرنسا في حاجة إلى أن تسترجع مكانتها في إفريقيا وأنها لا تفعل تستطيع أن تفعل ذلك إلا من خلال حل مشاكلها مع الجزائر. والظرف الجزائري بطبيعة الحال له موقف واضح ومبدئي من قضية العلاقات مع فرنسا، وكل الموقف الجزائري يعني يمكن اختصاره فيما يسمى بملف الذاكرة. طيب قبل دكتور بن شريط، قبل ملف الذاكرة وقبل ما نحكم على الزيارة إن كانت ستنجح أو لا وردود الفعل في باريس أو الجزائر، جدول الأعمال يعني لماذا يحاول البعض أن يقحم مسألة التوتر أو الأزمة بين الجزائر من جهة وإسبانيا والمغرب من جهة ثانية في جدول الأعمال؟ هل يمكن لماكرون في ظل هذا الوضع الذي تعيشه أصلا العلاقة الجزائرية الفرنسية منذ فترة طويلة أن يقحم في جدول الأعمال مسألة الوساطة هذه يعني التي يتحدث عنها الإعلام المغربي والإسباني؟ أعتقد كما أشرت منذ قليل ممكن أن تكون عبارة عن مقدمات لمحاولة تشكيل رأي عام لدى الدول المعنية، وهي في نفس الوقت جس نبض ومحاولة معرفة ردود الأفعال على الأقل الإعلامية من طرف البلدان المعنية. ولهذا فأعتقد بأن هذا الانفتاح على الإعلام وهذا الكلام يعني بطبيعة الحال قد لا يتناسب الحالة الحالية التي هي مرحلة في الحقيقة تؤثر فيها عوامل أخرى غير عوامل المصالحة أو محاولة فرنسا تحقيق الوساطة. نحن نعرف بأن فرنسا وأوروبا كلها تعاني أزمة، هي على أبواب أزمة تدفئة إن صح التعبير، أزمة غاز في الأيام المقبلة، وأن الشتاء في أوروبا سيدخل مبكرا، وأن ملف الطاقة يبقى هو الملف الحيوي والأساسي. ولذلك فزيارة ماكرون أعتقد بأنها ستتجه في هذا الاتجاه، وتريد فرنسا أن تسترجع مكانتها بعدما استطاعت الجزائر أن تجد يعني متعاملين أكثر مصداقية، إيطاليا مثلا في تركيا إلى غير ذلك. وأعتقد بأن فرنسا لا تريد من الجزائر أن تبرم صفقات على حساب فرنسا،
وهذا خاصة في قضية تمويل بالغاز. ولهذا فأعتقد بأن هنا ماكرون لا يريد أن يعني أن يبقى بعيد عن الملفات الشائكة، لأن المشاكل أو الأجندة التي تهم الدبلوماسية الفرنسية هي أجندة نوعا ما يعني متراكمة وكثيفة. هناك العديد من الملفات، خاصة مكانة فرنسا في إفريقيا وفقدانها لكثير من الدول وتراجع ثقة الزعماء الأفارقة في فرنسا. إذن فرنسا الآن في سباق مع الزمن، وهذا السباق مع الزمن بطبيعة الحال تراهن على يعني الزيارة المقبلة في الجزائر، حتى تستطيع أن تسترجع ليس فقط مكانتها في إفريقيا ولكن حتى في أوروبا، وخاصة بعد حرب أوكرانيا التي تراجعت صحيح. فيها. طيب هنالك أيضا أستاذ بن شريط من يقول بأن باريس الآن تريد استعادة علاقاتها مع الجزائر وتقويتها بشكل كبير بناء على التوتر الذي تعيشه العلاقات أو الذي توجد فيه العلاقات بين باريس والرباط. الصحافة المغربية هذا الأسبوع تحدثت على أن السفيرة الفرنسية بالرباط إيلين لوغال غير موجودة في المغرب، لا أحد يعرف إن كانت انسحبت أم لا. هنالك توتر منذ فضيحة بيغاسيوس والتجسس وغيرها من المسائل الكثيرة. اسمع طيب أعيد لك السؤال. قلت أستاذ بن شريط إذا كان البعض يطرح بأن باريس تريد تقوية العلاقات مع الجزائر بناء على توترها مع الرباط، تعرف بأن العلاقات الفرنسية المغربية ليست على أحسن ما يرام، هنالك حتى حديث على انسحاب السفيرة الفرنسية من الرباط، فضيحة التجسس وبيغاسيوس وتداعياتها، وبالتالي اللوبي المغربي أو بعض اللوبيات تحديدا في فرنسا تعمل على أن لا تعود العلاقات قوية بين الجزائر وباريس وتحاول أن تخلق الكثير من العراقيل، ما رأيك؟ طبيعة الحال أعتقد بأن سياسة أو دبلوماسية ماكرون قبل هذه الأزمات وقبل هذه التعقيدات يعني هي السبب في توتر العلاقات. فرنسا الآن يمكن أنها هي التي تسببت في تعقيد العلاقات مع الجزائر، ولم تستغل تلك الظروف السانحة وذلك الانفتاح للجزائر على فرنسا ووجود علاقة يعني حسنة بين الطرفين. ولهذا فأعتقد بأن فرنسا الآن في سباق مع الزمن، تريد أن تتدارك يعني الوقت وتريد أن تسترجع ما ضاع منها. ولذلك فأعتقد بأن الطرف الجزائري في الحالة هذه طرف ما زال يعني ثابت على مواقفه على ملفاته، في حين أن فرنسا يعني هي التي الآن أو النظام الفرنسي حاليا هو الذي في سباق مع الزمن يريد أن يتدارك الوضع، يريد أن يعني يجمع بين العديد من الأطراف أو العديد من النقاط، وهو يراهن على أن الجزائر هي المنفذ الوحيد. يعني الزيارة المستقبل المقبلة للجزائر تعتبر يعني قارب النجاة بالنسبة للدبلوماسية الفرنسية. ولذلك فماكرون كان نوعا ما أكثر انتشار وأكثر حضور في الإعلام وتصريحات، وهذا بطبيعة الحال يريد من خلاله أن يستبق الزمن، أن يقدم العديد من الاقتراحات وأن يعطي. ما الذي يمكن أن يقدمه أستاذ بن شريط تحديدا في ما الذي يستطيع ماكرون في وضعيته الحالية سياسيا داخل فرنسا بعد الانتخابات أن يقدمه للجزائر للحصول ربما على مكاسب تتعلق بالاقتصاد وغيرها؟ ما الذي يمكن أن يقدمه في ملف الذاكرة، في المأزق الليبي، في أمور كثيرة أخرى؟ هو ما يمكن أن يقدمه هو يعني واضح جدا، وهو يعرفه. الجزائر عندها مطالب واضحة وثابتة ولم تتغير. يعني هناك قضية ملف الذاكرة، هناك ملف يعني الفيزا بالنسبة للجزائريين، هناك نوع من التقييد على يعني الفيزا في فرنسا، هناك مشاكل عديدة يجب على الطرف الفرنسي أن يتفاعل معها بإيجابية. والجزائر لا تريد أن يعني تقدم لفرنسا أشياء على طبق من ذهب دون مقابل. ولهذا فأعتقد بأن المطالب الجزائرية مطالب واضحة، وخاصة الملف الشائك الآن الذي أصبح هو حديث الساعة، اللي هي قضية القضية الصحراوية التي ما زال الطرف الجزائري ينتظر
موقف واضح من فرنسا وموقف يعني لا يمكن أن يكون إلا الموقف الأممي، الموقف الذي يعيد قضية الصحراء الغربية إلى معطياتها وإلى إحداثيتها الطبيعية. ولهذا فأعتقد بأن ماكرون يعلم علم اليقين بأن الجزائر لن تتراجع عن مطالبها، ومطالبها تعرفها الدبلوماسية الفرنسية، والجزائر تنتظر يعني بكل ارتياح ردود الفعل، ولها عدة يعني بدائل، في حين أن الطرف الفرنسي الآن في حالة يعني في ظروف صعبة، ويريد الرئيس الفرنسي بعد العهدة الجديدة الرئاسية الجديدة أن يثبت ليس فقط للخارج ولكن للمنتقدين داخل فرنسا الذين يرون بأن نجاحه في الانتخابات الفرنسية التالية لم تكن يعني تلك الانتخابات يعني الكبيرة، ويعني حتى شعبيته ما زالت إلى حد الآن شعبية يعني متراجعة، خاصة مع الظروف الصعبة التي تعيشها ليس فقط فرنسا ولكن أوروبا في ارتفاع يعني غلاء المعيشة والبنزين والظروف الصعبة مع الاقتراب السريع لفترة أو فصل الشتاء. كل هذه الملفات تتراكم على الحكم الفرنسي، على رئاسة فرنسا. إذن يمكن القول أستاذ عبد الرحمن بن شريط بأن هذه الزيارة وإن كانت يعني تحمل ملفات يريد أن يضعها الرئيس الفرنسي على الطاولة مع نظيره الجزائري، فهي ملفات محكومة بالوضع الداخلي للرئيس الفرنسي وبالوضع الإقليمي، ويمكن القول بأن هذه الزيارة تأتي لكسر الجمود شكلا أكثر من تحقيق مكاسب على أرض الواقع. هل تتفق مع هذه النظرة؟ نعم، بالفعل أعتقد بأن الرئيس الفرنسي هناك جس نبض لرد الفعل الجزائري، هناك محاولة لمعرفة يعني طبيعة أو ذهنية الدبلوماسية الجزائرية في هذه المرحلة. وبطبيعة الحال هو لا مفر له من هذه الزيارة التي يراهن عليها لتحقيق العديد من أو محاولة حلحلة العديد من المشاكل، سواء داخل فرنسا أو بالنسبة لأوروبا أو بالنسبة لعلاقته مع الطرف الجزائري وإفريقيا. إذن فرنسا الآن أمامها العديد من الإحداثيات والعديد من المعادلات التي تراهن على الزيارة المقبلة للجزائر لتجد تفككها أو تحلحلها أو تحاول أن يعني تجد لها حلول مرحلية بشكل تدريجي. شكرا لك دكتور عبد الرحمن بن شريط، أستاذ الفلسفة السياسية بجامعة الجلفة، على هذه المداخلة معنا عبر خدمة سكايب. شكرا جزيلا أستاذ.